السلام عليكم. بو مرحبا. اللهم اسهلا. وينكم؟ ما افطن عنكم، لكن اشتقت لكم كتير. يلا حييهم، ارحبوا ترحيب السيف. يا مرحبا بكم، يا مسهلا بكم، يا مقربا بكم. ابشر الله بالخير يا شيخ مسفر. يا هلا يا هلا وتريلة حلا. الله يحييكم، عليكم السلام. يا مرحبا بكم، والله انا اقولها وانا صادق، يا مرحبا بكم، الله يحييكم، الله يحييكم. وشلونكم؟ عشاكم طيبين. قدر ابثك يا اخي ما تفقد غالي. يا شيخ لح قسم بالله العظيم لو نداري، بس برنامج صار عندي احتري حزه. بشر الله بالخير. يا مرحبا، والله ما اسهل اعز من يجي وعز من دخل بثي. يا مرحبا بكم. امس سحبت عليكم، اعتذرت والله منكم في ستوري، قلت لكم اني امس صليت الفجر، جلست اقرا اذكار الصباح، قلت طحت وانا مدري عن نفسي، نمت وانا اقرا اذكار الصباح. مرهق امس طافي لين الحكاكه لين القرار. والله مره طافي امس، طافي مره ارحب. اكيد تنام الحين، الله يسعدك تنوم. عارف. يا هلا شو اخباركم؟ شو مسويين؟ امس رقدتوني ولا؟ قول الصدق، تحبون تحبوا الدراهم؟ الله يسلمك. ما عندنا اساسا، يقول تفسر مكالمه واتساب. انا اصلا ما عندنا مكالمه واتساب، احنا ما عندنا، احنا حدنا رسائل بس وزعل. الحكاكه هي صح، ما شاء الله عليك، شكلك تحب الحكاكه انت. والله الحكاكه فيها طعم في المخ. اليوم في تفسير احلام رد، ارجوك فيه ان شاء الله. نمت ننتظر البث. الله يحييكم، يا مرحبا بكم، والله ومسهلا. ابشركم اني سمعت اصوات المشاركين كلهم وقيمتهم واخترت منهم فئه، والله ودي ان كلهم صراحه يفوزون، بس لازم ناس. طبعا اول شيء مشاركات، ما ادري كم وصلت، خلينا نشوف اخر شيء. بس انا يعني مشاركات يمكن وصلت حوالي 40 خلال 3 ساعات، 40 مشاركة. صفيت 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 16، ثم صفيت 5، ثم صفيت على 3، حاليا على 3، مصفي على 3. اسمع، في بعض الأصوات حلوة ارسل لك. انت متأخر، مشكلتك متأخر، وانا قايل لكم اني بنزلها في ستوري، ولو خليتها كلها يوم، يعني مدة يوم كامل استقبل اصوات، ما راح اقدر يعني احل الكل البتاع واسمعها كلها، فخليتها 3 ساعات، واللي ارسل حظه. لكن في ان شاء الله باذن الله الطريقة الجاية نفس الطريقة هذه. ما الظاهر انك سمعت مقاطعي؟ المقاطع اللي ارسلت من بداية الاعلان الين قبل الساعة الين الساعة 2 سمعتها كلها فقط للتقييم. والله ما يعني مفروض مو انا اللي اقيمكم، فيه من هو اكفأ مني، لكن هي يعني من باب يعني نتدارس القرآن ونسمع اصواتكم. اي والله، الله يحييكم. طيب معنا طبعا التقييمات متقاربة، كل يعني اللي سجلتهم انا ساعطيهم من 10، كل اللي شاركوا تقريبا ما في احد منهم يعني اللي قيمتهم ودخلتهم 7، كلهم 7 وفوق من 10، وفي بعضهم يحتاج صراحة يعني ما دخلته في يعني في التقييم المنافسة، فعلا يحتاج انه يقرأ اكثر القرآن ويسمع القرآن اكثر، انه يكاد يكون يعني مخارج الحروف يحتاج انه يعني يشتغل على نفسه اكثر، عرفت شلون؟ باب التشجيع اكثر السالفة. سامح بس. طيب في عندنا يعني المشاركين اللي انا اقول لك اياهم، اللي اخذوا 9 واللي اخذوا 9.5، عندنا سعد سعيد كذا، هذه يعني من اقول لكم يعني كذلك فراس الريحان،
فهد التويجري، عبد الله أيوب، متعب الدوسري، عبد الرحيم تمالات، إبراهيم حكمي. هذا بيقول لكم اللي أخذوا 9، بعضهم قيمتهم من 8، محمد موسى، عبد السلام المعبأ. طيب تبون أسمعكم الأصوات؟ تبون أسمعكم الأصوات يا جماعة؟ أمس ما بثيت، لا نسمعكم بعض الأصوات وبسمعكم الثلاث أصوات، زين؟ بسمعكم ثلاث أصوات، اللي أخذوا 10 من 10، اللي أخذوا 10 من 10. طبعا في واحد منهم أخذ 10.5، هو اللي متقدم عليهم، اللي هم كلهم أخذوا 10، بس في واحد سن عليهم. بسمعكم إياهم، أول شيء بقول لكم منهم اللي أخذوا 10. كلكم الله تستاهلون كل خير. الشيخ عبد الله أيوب شاركت معنا لكنك مسجل من ميكروفون، صوت ضعيف ولا كان واضح. في واحد ثاني اسمه ظاهر عبد الله قاسم، نفس الشيء ميكروفون ولا كان واضح. يعني تعرفون جودة الصوت أحيانا أفضل من الواحد يسجل بعيد أفضل من يسجل قريب. طيب إبراهيم حكمي، الآن نأخذ إبراهيم حكمي ونسمع تلاوته. اسمعوا تلاوة إبراهيم حكمي. وين السماعة؟ نسمع تلاوة إبراهيم حكمي. إبراهيم أخذ 10. إبراهيم أخذ 10. لا طول السالفة، سمعنا. طيب اسمعوا تلاوة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. طيب احفظوا هذا اسمه، اسم إبراهيم حكمي. إبراهيم حكمي، زين؟
نسمع التلاوات الثانية. سمعتوا صوته؟ الآن بناخذ اللي بعده. محمد موسى. الآن محمد موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المتسابق من شفت محمد موسى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من ما انقطع اتصل عليه واحد على الجوال. طيب ادري علق اتصل عليه واحد سبحان الله دايم موذي الانسان هذا دايم موذي يتصل على جوال الخاص دايم. عارف علق
طيب بسمعكم الصوت الثالث، هذا اللي سمعتكم إياه اسمه محمد موسى، اسمه محمد موسى. مبارك أنا ألبث قطعتني تراك. أيوة بعدين بعدين شيخ بعدين بالله لا يرحم والديك. وشو كلامه باطل، كلامه باطل حتى وإن كانت فيه باطل، كلامه باطل، كلام باطل، هذا هذا كلام باطل ما يجوز. وحتى نعم حتى هي كذلك، نعم نعم كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم أنت سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلنا لك أول؟ يا أخي ما أبغى أتكلم قدام البث خلاص. الله يحفظك. طيب الآن سمعناكم إبراهيم حكمي، سمعناكم محمد موسى، الآن بنسمعكم آخر واحد عبد السلام المعبى. عبد السلام المعبى هذا آخر يعني من الناس اللي اخترتهم، أنا اخترت ثلاثة طبعا، الثلاثة هذول اخترت منهم واحد كذلك، بس بسمعكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشارك أخوكم عبد السلام بن عبده المعبى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فنفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأصوات كثيرة اللي شاركوا، بس هذول اخترت أنا الثلاثة هذولي اللي وجدتهم هم الأميز، الله يبارك فيهم يا رب العالمين. طيب سمعتوا مشاركة إبراهيم حكمي، سمعتوا مشاركة محمد موسى، عبد السلام المعبى، من تختارون؟ يا شيخ أصدق في كل مكان، والله إيش سوي يا أبو ريا؟ من تقيمون أنتم؟ أنا اخترت طبعا بس أبي أسمع تقييمكم أنتم، بنشوف كلامكم.
اللي ما سمعت الأصوات لا لا يقيم عشان ما يظلم أحد. شو اسمي؟ محمد. طيب أعلمكم من اللي فاز، طبعا الجائزة 500 ريال، الجائزة 500 ريال، 300 للفائز الأول، 200 للفائز الثاني. زين، الفائز الأول يأخذ 300، الفائز الثاني يأخذ 200 ريال. الله يبارك لهم. الفائز الثاني اللي ياخذ 200 ريال، عبد السلام عبا، عبد السلام عبا. الفائز الاول باقي ابراهيم، باقي محمد موسى. الفائز الاول محمد موسى استاهل، واللي ما فاز بالمبلغ ان شاء الله انه ما خسر معنا، وشارك معنا بالاجر. محمد موسى 300 ريال، عبد السلام عبا 200 ريال. والله يبارك لهم، يستاهلون كلهم، كلهم والله يستاهلون. أعد إبراهيم، خلاص شغلناها، سمعنا كلها. طيب عيالنا الصغيرين، نبي نسمع مشاركة عيالنا الصغيرين، الله يوفقكم. باقي مية أعطى خسر، ما بشرك ما في أحد خسر. اللي يقرأ القرآن ما يخسر، اللي يقرأ القرآن ما يخسر أبد، اللي يقرأ القرآن ما يخسر. خذوا قاعدة، طيب اسمع صوت البط جالسين عند الباب. طيب نبي نسمع صوت عيالنا الصغيرين، عندكم عيالنا قريبين؟ عيالنا الصغيرين اليوم بنقرأ مع عيالنا الصغيرين آية الكرسي، بنقرأ مع عيالنا، بنقرأ مع عيالنا الصغيرين آية الكرسي. يا جماعة لما يتصل عليك واحد وأنا أتوقع أنه يشاهدني في البث الآن أكثر من مرة وتعطيه مشغول، إذا رديت عليه قلت له يا أخي أنا مشغول، قال أنت ما تحترم نفسك، إيش أقول له؟ كيف نرد على اللي مثل كذا؟ اللي تتصل يتصل عليك تعطيه مشغول، تعطيه مشغول، أنا مشغول معكم. طيب قربوا عيالنا الصغيرين آية الكرسي، ما تفقدون غالي. قربوا عيالنا الصغيرين آية الكرسي، آية الكرسي عيالنا الصغيرين قربوهم. أنا أقول بالنسبة لآية الكرسي، بالنسبة لآية الكرسي يا جماعة حفظوا عيالنا آية الكرسي، ضروري ضروري حفظوا لنا آية الكرسي، يحفظونها، أعظم آية في كتاب الله هي وسورة الفاتحة. يلا بسم الله، عيالنا صغيرين قربوهم يقرون سورة آية، عفوا آية الكرسي. لا والله أنت اللي بترقد يا سلطان. الحين تشوف إن شاء الله، تقول كلهم راقدين والله أنك ما تدري، شكلك توك تدخل البث أول مرة تدخل، ما لومك ما لومك ما لومك، الحين تشوف. هيا اتصل مسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ عادي لو اقرا التحريم من 1 إلى 5. لا يا ابوي نبي آية الكرسي، وش اسمك انت؟ فارس. اسمك؟ بس آية الكرسي. وش اسمك؟
بنده. اسمك وشو؟ اسمي فارس. فارس؟ ايه فارس. فارس ايش؟ فارس الحين بسمعه. ها؟ الحين بسمعه. اسمك فارس، اسمك ايش؟ فارس. فارس. فارس ايش؟ فارس ابراهيم القصير. نعم. يلا اقرأ آية الكرسي. تبي نظر، تبي غيب، اللي تبي. يلا. طيب يلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. كنت بتقرأ سورة التحريم أنت، سمعنا يلا، ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم، وهو العزيز الحكيم. وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الحكيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. أتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبشارا. أحسنت يا أبوي، شكرا شكرا، جزاك الله خير يا حبيبي، الله يبيض وجهك ويوفقك دنيا وآخرة. إذا كبرت إن شاء الله وش ودك تصير؟ ودي أصير مدير شركة. مدير شركة؟ شركة إيش؟ أي شركة، بس يعني شركة تي سي، شركة زي كذا. شركة اتصالات يعني؟ إيه. عادي توظفني عندك؟ عادي أشوف لك برد. ها؟ أقول أشوف لك برد. يعني ما إيه يعني ما ودك يعني، بس بتشوف بعدين. أشوف بعدين أقول، بس أنا وش تبغى وش بفكر به بعدين. طيب طيب خلاص، ما بغى توظف خلاص، شكرا. الله يوفقك، مع السلامة. يلا السلام. طيب وجي يا جماعة، إيش تبغى مني؟ يقول بيشوف إذا كبر. الله يبلغك ما تتمنى. طيب عيالنا الصغيرين، يلا آية الكرسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. أنا الشيخ. نعم. أنا حنان. لا لا، أنت تشوفين البث صح ولا لا؟ ايه اشوفه. طيب وش انا اقول انا في البث؟ ما ادري، توي فتحت البث انا. لا يا شيخه والله، كمان فتحت. احسب تفسير احلى. اي لا، احنا فاتحين مسابقات الحين.
ايش هي مشاغره؟ طيب ما هو لسه يا ماما، لسه صغيرين، انت كبيره. الله يوفقك. طيب الله يحفظك. استهبل هذي توني فتحت البث. اسمع الصوت انا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. من وين انت؟ الكويت. نعم، ايش اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز. ونعم عبد العزيز ايش؟ ابهام. ايش؟ ابهام شمل. ونعم ونعم. يلا استعن بالله، استعن بالله. هاية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يؤوده ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو السميع وهو العلي العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. عبد العزيز تروح المدرسة؟ إيه. أي سنة؟ عمري 8. عمرك 8. إذا كبرت إيش تصير إن شاء الله موظف؟ وش ودك تشتغل؟ داعية. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا ربي، يا ربي يوفقه وهدى وهد به يا ربي. آمين. الله يستر أمرك يا بابا. مع السلامة يا عبد العزيز. آمين. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. طيب اتصل الثالث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. هيا حياك الله. شيخ أنا بدي حلم على طول ولا؟ لا الله يحفظك. إحنا عندنا الآن مسابقة للأطفال. ها ما أدري، أنا ما دخلت الانستغرام اليوم، كنت حاضر أقولك. الله يوفقك. أقدر أقول لك شيخ حلمي؟ لا والله يعني. منتظرين الصغار الآن هنا. أنت خطمت عليهم، دخلت عليهم. حرص عليك. الله يستر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. شو أخبارك يا شيخ؟ يا هلا، كيف الحال؟ طيب. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك اليوم؟ فارس خالد. نعم فارس خالد، يا مرحبا بك. هلا. أي سنة تروح المدرسة؟ خامس. رايح سادس. أنا تحفيظ قرآن. ما شاء الله، أي مدينة؟ الرياض. الرياض، ما شاء الله، شو اسم التحفيظ حقكم؟ سليمان بن مهران. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فارس شو إذا كبرت إن شاء الله وش تتمنى أن تكون؟ إمام مسجد. ما شاء الله، ومع الإمام وش الشيء إضافي؟ إمام وش بعد؟ المأموم. شلون؟ إمام ومأموم سوا. طيب إمام واحد منا. إمام وإيش؟ واحد منا يعني. طيب فارس، آية الكرسي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك طيبة يا فارس، الله الله بالتحفيظ ولا تخليه، واستمر يا بوي. أبشر من عيوني يا جعل عيونك، تسلم يا حبيبي، الله يوفقك يا ربي. عادي أختي تشارك؟ إيه عادي، تفضل. طبعا يلا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، يا مرحبا يما. يا مرحبا بك. شو اسمك؟ رغد. ونعم برغود، يلا يا بابا شاركي قراية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله، الله يوفقك يا ماما رغودة ويسر أمرك. شكرا يا ماما، شكرا، الله يجزاك الجنة، أنت يوم الربات. تسلم. مع السلامة يا ماما. طيب متصل كذلك، ما شاء الله تبارك الله. الآن عندنا حاليا الأربع مشتركين، مدير الشركة فارس إبراهيم اللي ما بعد قرر يوظفني أو لا، عبد العزيز الشمري من الكويت الداعية، فارس خالد إمام مسجد ومأموم كذلك، ورغد أخته. السلام عليكم. مدير الشركة فارس إبراهيم اللي ما بعد قرر يوظفني أو لا. السلام عليكم. ألو شيخ محمد. أي نعم. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ خير الحمد لله. اسمك؟ ضي المطيري. إيش؟ ضي المطيري. ضي، يا مرحبا بماما، كيف حالك؟ طيبة؟ خير الحمد لله. أي سنة في المدرسة؟ سادس. سادس، ما شاء الله، الله يوفقك يا ماما. يلا يا ماما اقرأ آية الكرسي، الله يوفقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما مضي. هلا. إذا كبرت إن شاء الله شو بدك تصيرين؟ داعية. ما شاء الله، يعني عندنا الآن داعية اثنين، ما شاء الله، الله يوفقك يا ماما. شكرا يا ماما، مع السلامة. طيب آخر اتصال، آخر اتصال. جماعة برد عليكم، اصبروا شوي، خلوني مسابقتنا العادة. أبشروا، خلونا نشوف عيالنا الصغيرين، شجعهم على القرآن وحب القرآن. والله يا جماعة
كلموني بعض أولياء الأمور، ما أخفيكم سرا، كلموني بعض أولياء الأمور شيء لا طب لي شو نسيت، يعني شيء ما هو طبيعي، ليس طبيعي. مشاركة عيال، حنا نرد على هذا عشان ما ينقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. 648 حول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو التمتمة ذي؟ السلام عليكم. يا اللي متصل علي من رقم زين 648 آخره. جايبين صوت. هاي ولد. السلام عليكم. رد علي يا أخوي ولا بصك ترى. شوف. ولد. ولد. رد علي يا أخوي. عايشة. ها؟ عايشة أنا. أنت عايشة وين يا عايشة رايحة؟ الصوت كان واطي. الصوت كان واطي، أنا نادي وين عيوش وين عيوش؟ ما تردين. يلا يا ماما، زين اللي ما قفلت، انتظرتك أنا كثير. يلا يا ماما استعيني بالله. تعرف وش عايشة؟ ونعم بعايشة، من وين يا عايشة؟ من أي مدينة؟ من المكة. مكة، مرحبا بهالمكة. يلا عيوش اقرأي آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء والأرض. ولا يحيطون بشيء إلا بما ولا يحيطون بشيء وما عنده ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. شكرا عيوش، جزاك الله خير، يعطيك العافية. إذا كبرت إيش تصيرين إن شاء الله؟ معلمة التحفيظ. معلمة التحفيظ، أنت في تحفيظ؟ أيوة. ما شاء الله على بنيتي، شكرا يا ماما. مع السلامة. مع السلامة يا بابا. مع السلامة. طيب. عندنا مدير الشركة اللي يوظفني بيفكر فارس، وعبد العزيز الشمري داعية الكويتي. وفارس خالد الإمام والمأموم، وأخته رغد ما شاء الله، وضي المطيري الداعية، وعايشة معلمة التحفيظ. من تقترحون ومن تقيمون من أجل أن يفوز هذه اليوم هذا اليوم؟ إيه كنت أقول ما تدرون كيف يعني مشاركة الأطفال، كيف ردة فعلها عند عياء عند مجتمع اللي هو فيه. أنا شاركت، أنا شاركت في البث، أنا طلع صوتي في البث، شيء عجيب ترى مشاركته. من تقترحون يا جماعة؟ قيموا يلا. ها الكويتي، عشان الكويتي يعني الكويتي مو هو وعد رغد اسمها. وش سندس القمي يا عبد الرحمن الله يجزاك خير؟ انت وين انت رايح سندس البوم؟ ما حد شارك اسمه سندس. عبد الرحمن شو مفطر انت؟ عدس مسحل عدس انت. طيب رغد المطيري شو اسمها هي؟ رغد خالد اخت الامام والمأموم، تستاهلين الفوز وتستاهلين الجائزة. الله يوفقك. عاد عطي اخوك منها شوي، ها لا تنسينا. كلكم يا عيالنا والله تستاهلون انكم تفوزون، لكن رغد كانت مميزه بقراءتها، بهدوءها، بترتيلها، كانت هي الاميز.
كانت هي الأميز رغد تستاهلين الجائزة اليوم كلجنا كثير تستاهلين الجائزة 200 ريال يا رغود الله يوفقك وعطي منها فارس الإمام لأنه قال خلق تشارك لا تنسين طيب الله يوفقكم يا جماعة ويسعدني معكم ويجمعني معكم في الجنة قلوا أمين قلوا أمين عاد اليوم يا جماعة التاريخ كم كم اليوم التاريخ 17 كم التاريخ اليوم كم بروح اغير مكان جلستي بتسيناك بدي اجلس هونيك عط البقية جوائز ترضية والله ودي اعطي كل اللي يشاركون واللي شارك الشباب ودي بس ما أقدر أنا يعني لي حدود في مسألة صرف الجوائز لأن الجوائز من الرعاة أنا ما أقدر مثلا أني أعطي كل الموجودين جوائز ترضية ثم اللي جاء نهاية رمضان أو العشر الأواخر لما نقدر نعطي باقي المشتركين جوائز ودي بس ما أقدر مو كيفي عرفتوا مو كيفي والله ايش العلوم؟ العلوم طيبة يا صالح. قبل شوي في واحد يشوفه كاتب في البث. او خلوه خلاص. شو مسابقة؟ مسابقة. ايش اني خلي عيالنا يقرون القرآن. الله يوفقكم يسعدني. كم التاريخ اليوم؟ جاوبتوا انتم فوق خلني اشوف. كم التاريخ اليوم؟ ما حد جاوب بسم الله 1300 ما حد جاوب شيخ متى تنام شوي شام شوي بنون بس ليش تسأل يعني في شيء يعني أدري إنك تقصدني اللي في بطنه ريح ما يستريح انضبط اليوم 15 البط أزعجني قسم بالله يوقف عند الباب عشان يصاك الباب يوقف عند الباب ينفتح له اليوم 15-16 طيب حنا في بداية رمضان إلى الحين حنا نهني في رمضان الشهر عليك مبارك الشهر عليك مبارك مبارك اليوم 16 أنا خلال 16 يوم كل واحد يسأل نفسه وأنا أسأل نفسي أنا خلال 16 يوم هذه اللي راحت قبل ما نفتح لتفسير الأحلام طبعا بنبدأ بتفسير القرآن إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله بإذن الله بنبدأ سور معينة أو آيات معينة إن شاء الله بنفسرها لكن قبل ما نفتح اليوم تفسير الأحلام اللهم صل على ابن محمد 15 يوم و 16 يوم اللي مضت السؤال كل واحد منا وأقرب إذن للمتكلم إذني أنا إيش سوينا في الأيام هذه؟ أنا راضي عن نفسي أو لا؟ أنا كان عندي طموح قبل رمضان بسوي بتصدق بختم مرتين بختم ثلاث أنت شفت تقدمك كيف؟ ترى التجار لازم يصير عندهم جرد كل فترة أنا وش خسرت؟ إيش ربحت؟ بعض الناس مو راضي على نفسه بس عدم رضا على نفسه ما خلاه يغير ما خلاه يسعى أنا لازم أغير ما يصلح رضا بدون تغيير عدم رضا بدون تغيير يعني الرجل ذاك تعرفون قصة الرجل اللي قتل 100 اللي ذبح 100 أول شيء ذبح 99 ثم بدأت له التوبة يعني ما هو راضي عن نفسه وضعه ماش فراح سأل العالم عابد قال ليس لك من توبة ما هو راضي من نفسه قام كمل به 100 ثم ثاني مرة ما هو راضي عن نفسه وتجددت عنده التوبة وبدأ يحترق من جوا إن عنده خطأ ما هو يعني عايش معه ولا هو مرتاح عايش معه ما هو مرتاح فيبغى يغير لكن هو تحرك جزم هو تحرك وجزم راح سأل واحد ثاني قال لي هل من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء بعض الشباب وده يختم القرآن لكن مشغلين الشباب في الاستراحة خويا لعب الطائرة لعب بلاي ستيشن الدوري ما يجي إلا في رمضان لعب الطائرة ما يجي إلا في رمضان
وينكم طيب؟ معكم 11 شهر ما لعبتوا طائرة، حتوا الطائرة حت قطعوا الشباك في بعض، كبشوا جه بعض، ما في إلا رمضان طائرة، ما تجين الطائرة في رمضان والتجمعات. أنا ودي أغير، إذا أنا ودي أغير لازم يعني أبدأ أتحرك أغير، لازم يصير عندي أنا حركة لنفسي. وما تقدموا لأنفسكم لنا حنا، لأن بيجي يوم توقف الأعمال بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع خلاص، ما عنده شيء طيب، ما عنده ولد صالح، ما عنده عمل ينتفع به، ما عنده صدقة جارية، وقف، ما عاد أحد بيصلي عنه، ما عاد أحد بيدعي عنه، ما عاد أحد بيعتمر عنه إلا إن شاء الله عز وجل سخر له أحد من أخوياه الصالحين أو من والديه أو من إخوانه وأخواته. أنا لازم أقدم لنفسي الحين، أنا أبغى أغير، عندي حس التغيير أو فيه اللي مضيقني هذا، لازم أتركه، لازم أبدأ. قتل المئة، يوم قتل المئة قال أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، طلع من أرضه ومات في نص الطريق. فجاءت ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة، فبعث الله عز وجل ملك على شكل آدمي يحكم قاضي بينهم. تعرفون هالقصة كلكم، ما تخفى على أكثركم. فقال قيسوا بين الأرضين، فأي الأرضين إليه؟ يعني أرض الشر وأرض الخير، مثل ما تقول الرياض مزاحمية أو مثل يعني قريبة من بعض، ها مزاحمية ضرمة. قيسوا بين الأرضين فأي الأرضين أقرب فهو له، يعني يقبضه. قاسوا الأرضين، أي الأرض صار يعني أقرب لها، أرض أهل الخير أو أرض أهل الشر؟ جاوبوني يا جماعة، صار أقرب إلى أرض أهل الخير أو أرض أهل الشر؟ ها، صار أقرب إلى أرض أهل الخير أو أرض أهل الشر؟ ايش قصدك الرياض مزاحمية؟ يعني قريبة، مزاحمية الرياض، مزاحمية ضرماء، يعني الرياض الخرج كذا قريبة، الحوطة مثلا الخرج كذا قريبة، يعني طلع نمشي، طلع نمشي. صار أقرب إلى أهل الخير؟ متساوين. أهل الشر الخير، أهل الخير صار أقرب إلى أهل الخير، صار أقرب إلى أهل الشر. ارشوا على بر، صار أقرب إلى الشر. مش لا يا أسد، الشر يا خالد يقول تو موثر. طيب مش نعم يا فوفو، عليكم السلام. الخير أكثركم يقول أهل الخير، صار أرض إلى أقرب، الله طول الأرض. يا سلام عليك يزيد. طيب هو مات في النص، فقاسوا بين الأرضين، الملائكة قاسوا مسافة بين أرض أهل الخير وبين أرض أهل الشر، فصار أقرب هو هذا اللي مات اللي قتل مئة. أنت تتكلم عن قتل مئة، تكلم عن أنه رمل كم حرمة، يتم كم طفل، هدم كم أسرة، يعني دم مجرم كبير، يعني دمار، دمار كبير سواه. فقاسوا بين المسافتين، صار أقرب إلى أرض أهل الشر، صار قريب من أرض الشر، توه ما أبعد وصل أهل الخير. لكنه غير لله يوم أنه حي، مات قريب من أهل الشر بس هو صار عنده هم التغيير. أنا مرة اتصل علي واحد قال يا شيخ فيه فلبيني يبغى يسلم، يقول حاولت أكلمه بالإسلام وأقنعته بالإسلام، واحد من الشباب أقنعت بالإسلام واقتنع أنه يسلم، وهو بس ما عرفت شو أقول له. قلت له رح المكتب الدعوة، صفت له الطريق. يقول هو رايح مكتب الدعوة مات، صار عليه حادث. هذا وش وضعه؟ اللي ماته في الطريق الرايح نبي يسلم، ترى توه ما قال أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، توه ما قالها، ما وصل، ما وصل توه. قلت أنا أسأل لك أحد العلماء، واتصل على أحد العلماء أنا، قال يعتبر مسلم لأن نيته تحرك إلى الإسلام وراح ذهب إلى الإسلام. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، خرج إلى أرض أهل الخير لكنه مات قبل أن يصل. فقاسوا بين المسافتين، صار أقرب إلى أرض أهل الخير، أرض أهل الشر.
فأوحى الله، شوف الله كيف سبحانه حرق قرية كاملة عشان واحد، تقدر تقول حرق دولة كاملة عشان واحد، بس دولة كاملة عشان واحد، لأنه تحرك لله. شفت؟ لا تقول باب وجهي مقفلة، لا تقول أنا سعيت وسعيت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا والله يا شيخ عندي كذا وكذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لازم أنت تسعى أول شيء، لازم أنت تتحرك. فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. وهو ميت بس إن تحرك قبل ما يموت، وهو ميت ما خلاه الله، الله ما يخلي اللي يخلي عشانه شيء. نعيدها من جديد، الله ما يخلي اللي يخلي عشانه شيء. خلى عشان الله سجارة دخان، خلى عشان الله علاقة محرمة كان بينه وهي كان بينه وبينه شيء، فتركها عشان ربي، الله ما تركه، خلاه عشان الله. يا ربي قلبي يحبه متعلق فيه وتعودت عليه، لكن ترى يا ربي عشانك بحزن وبيضيق صدري وتعودت عليه وأدمنت عليه وراحتي معه، لكن يا ربي تراه لك عشانه بس، يا ربي خليته عشانك. والله ربي ما يخليك، والله ربي ما يخليك. يا أخي كفي إن هذا الشيء اللي ما يحبه الله أنت متعلق فيه، إما يذلك إما يقهرك إما يسبب لك إحراج. صاحب الذنب سبحان الله دايم في ذل، يعني مذلول ذهن الشيء ده. ولا يحب إن الإثم، ما يقول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقول اترك لله أشارك. لازم يصير عندي أنا وعندكم مثل هالشي، يا ربي تركته عشانك أو فعلته عشانك. فقبضته ملائكة الرحمة لأن ترك عشان الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير من نفسك أول شيء. من أتاني يمشي في الحديث القدسي أتيته هرولة، أنت أول شيء تيجي تمشي لله، تقبل على الله، يقبل عليك بكرمه، يقبل عليك برحمته، يقبل عليك بجوده، بأرزاقه، بفتح من عنده. لا تقول ما أقدر، قل أقدر وربي بيعيني، ربي بيعينك. يا ربي تركت فلان من الناس عشانك، اقطع كل شيء، هذا ترك كل القرية، تركها تركها تركها، ترى في جماعة وفي، تركها لله يا شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة، وش عوضها الله في المدينة، ترك مكة ويحبها لكنه وجد المدينة. فقول لازم يصير عندنا مثل هالشيء، إن نفعل ونترك عشان الله. يا جماعة أبي يرتاح راح نفسي يا شيخ، يوم ترك الشيء هذا للإياه يا الله كيف كذا، أو سوى شيء عشان هذا اللي كنت أنا بحاجته، يقول كأنه ضايع ولقى. لازم يصير عندنا مثل هالشيء. تكفون يا جماعة، حياة واحدة، ما تسوى أني هالشيء هذا يصير بيني وبين الله يبعدني عن الله. يا أخي من هو، من هو عشان الله؟ أسأل الله يفتح علي عليكم، يجمعني معكم في الجنة، يصلح صدري وصدركم، فقني إياكم لكل خير. نبدأ البث الثاني إن شاء الله، تفسير الأحلام.